ضروري. الحين جو في لايف جيم بلاي، هلقوا من الصغارية جو في لايف. اوكي ماتش اب، كل واحد يحاول عنده بالقتال حاول يكبر الثاني، بس ثاني واحد من الشخصيات عنده بالقتال احسن من الثاني على حسب اعتقادي انا. اوكي شوف شي يعني سلو دث. اوه نفس من ينس. اوكي 170 اعتقد هذا الشخصية. اوكي اعتقد بقول له الشخصية عنده حلم could be dead at 170. عنده يالس يحاول يضربه بس ما يعني ضربه بس ما حاول يسوي ايش جارد حق الريكفري اللي ما كان يسوي ايش جارد. اوه اوكي اوكي سايد بي سايد بي حسب بندو بندو سايد بي سايد بي ما اعرف كم سايد بي ستوب قال مات بس وايد اوكي لوس لوس ما ذبحت ما اعرف اذا كان دي صح ولا غلط بس كان 140 اظن اقوى ضربه ف اي ثينك يعني كلت. اوه المهم عنا سايبي زاد هل بياخذ ستوك؟ ما اعرف جدا يعني انكودنج كونسيدر اور يوزنج. المهم بلا اوكي كم دوري ايش يضحك؟ ايش يسوي؟ ايش هذا يا ياور؟ احنا عندنا بين الجيمين سون باونس كونتر باكس على الاشياء ما اعرف نعم زين نلعب اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. معكم اخوكم فرادو تعلق على هالمباراة. بس انه جيت مباراة غلط. ليش؟ بتشوف. لا ولا شوية يمكن هالجيم بيكون غير. مو فندو لاعب جديد ولا؟ جديد جديد اعتقد جديد. يمكن يا قبل مرة بس أول مرة مش فاميليار. شوف ما شاء الله الجيم بلاي. اوه لا اوكي عرف تصور انه عندك كونتر يا اخي. انا مامي قال لا مي براولر يا اخي جلطني اخر مره والله. شخصيه والله ينسي فرفرك فوق يدق ابيض واحد باي شيء. اللابي تبع وجهه صراحه يجلط. قبل كنت انجلط من هذا الحين انجلط من الثاني يعني البراولر. بس لا يبالك انه تعود عليه شوي. براولر هاي الميز مشكله عندهم وايد حركات تعود على الحركات. مقصود لك يا رجل ضربات شخصيات ثانية زيرو سوت ثامس على مدري شو على اب بي ماريو. عندهم وايد اشياء عندهم كمبوات صراحة.
بس نشوف هالجيم. نشوف الله ما تشغف عندك في سماش ولا ها؟ ما تشغف عندك في سماش ولا تحس عمرك ها؟ نوعا ما يعني بعدك يعني مؤمن اللعبة بتكون زينة يوم من الأيام. لا لا هاللعبة خلاص أنا تريا لعقبها خلاص. والله توي ترمز علي سأقول متى بنروح جديدة؟ لأن الحين هاي كملت أجزم أكثر عن جديدة. إيه كملت أكثر عن سماش فور. بس نشوف لنا الجيم. بندو خذ ستوك هالجيم. قبل ما أخذ. قبل كان تري ستوك يعني. إيه بداية أحسن. بس الأبتل تم. شو ليش نابس كمان اليوم السؤال يقول دكتور ما أعرف ليش يمكن عاطينا تعليمات إن كورونا بيرد بقوة يعني ممكن أوه حاول ينقي من رأس نات وشوفنا مرة توستوك بس مرة توستوك ما أعرف ليش ما رجع ممكن بس وايد وايد ديب نزل نزل تحت المهم جي جيز جي جيز 2-1